عقد التأمين كله هو من العقود الغرر، وهو عقد فاسد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ويترتب عليه كثير من الأمور، منها أولا أنه تكليف من ليس جانيا، وقد قال الله تعالى حكاية عن نبيه يوسف عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، فأقره الله على ذلك، فكان ذلك ظلما. ومنها أيضا أن التأمين بمثابة اليانصيب، لأنه قد تربح الشركة وتأخذ مال الناس من غير أن تؤدي لهم شيئا، فيدفعون كل عام لها هذه الأموال ولا يستفيدون منها شيئا، يكون هذا من أكل مال الناس بالباطل. والعكس صحيح أيضا، قد يكون بعض الناس من المحتالين فيؤمن على سيارة ثم يحرقها، أو على باخرة ثم يحرقها، فيأخذ ثمن ما أحرقه من الشركة أضعافا مضاعفة لما دفع، وكل ذلك حرام. فلذلك لا أرى أن أي نوع من أنواع التأمين إسلام ولا مباح، ولا يجوز العمل في شركات التأمين كلها إلا لمن كان مضطرا لا يجد معاشا إلا منها.